How old are you? 18 يعني عندك كم سنة يا بنتي؟ أنا مش عارف أقول How old are you? How old? Old old 16 16 16 Yes معقول You're مرتبطة You're married or no? No You are very beautiful very beautiful Yes واثقة من نفسها وأنا بحبش البنات المغرورة قالت لي اسمها قالت ليش ربنا يخليك How old are you? I'm 21. 21. Yes. You are married or مخطوبة؟ فين الدبلة؟ وريني your eat hand. No. مش مخطوبة. مش مخطوبة وسكتنا سالكة بإذن الله. سكتنا سالكة يلا استنى بس أجيبها لها إزاي ما أنا عايز مترجم هنا. ما أنا كنت عايز مترجم. I am معجب بيكي يعني إيه يا ربي جوجل ترانسليشن I like you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المتابع العربي الجميل. أنا عارف إن أنا وحشكم وإنتوا كمان والله العظيم وحشيني. ولكن إن شاء الله هنرجع بقى نعمل فيديوهات كتير وكده يعني. النهاردة أنا هعمل لكم فلوج في كل حتة تخص الغردقة إن شاء الله يعني. جاهزين؟ هنروح الجونة وهنروح الغردقة وادي البحر بس ما تنتظرش مني إني أنزل البحر. أنا أوريك البحر ماشي إنما تقولي انزل البحر يا علي أو الكلام ده كله مش نازل يا عزيزي. المهم قبل ما نبدأ الفلوج إن شاء الله تعمل لنا لايك للفيديو وعبالك وتسيب لنا رأيك تحت في كومنت على هذا المنظر الجميل حتى يعني كده هوت وعبالك وتعمل لنا اشتراك في القناة القناة اللي عدد مشتركينها مش عايز يتحرك ولا أي حاجة. وطبعا أنا شايف ورا إن في بعض الناس عمالة تبصلي بصات اشمئزاز والأجانب عمالين يبصولي وبتاع على أساس إن صوتي عالي. لا عادي أوكي اتس أوكي اتس أوكي دونت ووري كل واحد يخليه في حاله مالكمش دعوة بيه. انا جاي من شبرا واخد بالك ومن عرب المعادي والكلام ده كله خناقات انا جاهز مش عايز حد يبصلي كله تمام. المهم يا عزيزي خليك معايا هناخد جولة حلوة دلوقتي يلا بينا. Morning, wake me, it's way too early But I don't care, you're not faking Your head's so curly, kissing my face You're amazing, you swear too often Give me that look, now I'm dead Put me in a coffin Yeah, you keep me up at night La-di-da-di-da-di, watching movies black and white La-di-da-di-da-di, when I see you off for Troy I'm your Paris, you're my Helen Yeah, we safe in Troy La-di-da-di-da-di, oh واحنا بقى في الفلوج كده يعني معلش يعني لازم افرجك برضو على الغرفه بتاعتي وانا قاعد يعني انا اول مره اتعامل بنظافه كده انا اجيب الهدوم على الارض والاوضه تبقى منيله ب60 نيله اطلع الاقي الناس مغضبين الغرفه وبتاع فهي نظيفه كده نوريك الغرفه اللي انا قاعد فيها يلا تعالوا معايا. اولا احنا نبدا الغرفه بهنا قال يعني حاطط اللابتوب بتاعي كانه رجل اعمال يعني واحد مهم وبتاع ما عرفوش ان انا بشغل مواقع مش عايز اقول لكم ايه هي يعني ما انتوا عارفين ان احنا عندنا فراغ عاطفي وكده يعني وادي كرسيين حلوين بصوا عاملين السرير بتاعي ازاي ما تفهمش يعني انا كنت عايز واحده اجنبيه بقى معاها المفروض تديني كادو معاها واحده اجنبيه ولكن مش مهم ادي السرير منظره اهو وعبالك بصوا الفيو الناحيه الثانيه هنا تعالى معايا كده على الفيو اهو معلش انا اسف انا فاكر ان الازاز متشد معلش الفيو اهو بصوا تصحى من النوم تلاقي المناظر دي ما تلاقيش بقى خالتك ام ابراهيم اللي تقعد تنزل عليك غسيل وسخ وتقول لك صباحك زي وشك وبتاع جري يا مرة ناوي هتموتي امتى برضه هرجع من الغردقه عليكي لسه عايشه وكل شويه تقولي ربنا يديك على قد نيتك يا علي ربنا يديك والدعوه دي انا ما بحبهاش مين اللي قالك ان نيتي ممكن تكون صافيه ولا بتاع ادي لي دعوه من قلبك يا ام ابراهيم كلها يومين وهتقابلي وجه كريم عيب عليكي ما علينا مش وقته يعني ولكن نبص الناحيه الثانيه بصوا التلفزيون هنا حاطط لك هنا التلفزيون وادي دولاب اهو بص خشب خشب يلا زان يلا الخشب اللي هو الارو النظيف يعني وادي الحمام ادي الباسي مش عارف حاطينه كده انا يعني انا عايز اسيبه تذكار والله مش عايز احلف يا عزيزي بس انا عايز اسيب لهم هذا اللي بات تذكار شكله حلو يعني وجميل ولكن عندهم مشكله برضو انا مش عايز اتكلم في حمام بصوا هنا ايه ده في الباس تاني اهو ما شاء الله في الباس تاني ما علينا يعني ولكن عندهم مشكله كل ما اقول لهم يا جماعه طب انا هاتوا لي منشر ولا هاتوا لي حاجه انشر عليها هدوم يقول لك لا ممنوع المكان كله اجانب وبتاع ما ينفعش تنشر الالبسه بتاعتك وبتاع طب كل التاتي تنشف ازاي انا ما اعرف ده طبعا يا عزيزي جيم موجود في الفندق يعني فقلت اخش بقى اسخن العضله والكلام ده كله وزي ما انت شايف في الفيديو يعني لقيت نفسي انا اللي سخنت وايه الرجوله الحلوه دي كمان واتس يور نيم انا انا اسمع علي انا ايه يور نيم انا وير ار فروم اوكرانيا ايه اللي جابك بقى من اوكرانيا كام تو هرجادا وات اباوت فروم هرجادا ذات از ا فيري نايس Very nice. Yes. You will come again in Hurghada. You will. هتيجي تاني. ناوي هتيجي تاني إن شاء الله. You will come again. You will come again. Yes. Yes. This is first to visit Egypt. Yes. Egypt. Yes.
What about from Egypt? Sound is high. عليلي صوتي. High. Sound. Speak high. To listen. Okay. How old are you? What? How old are you? كم يعني عندي كم سنة يا بنتي؟ أنا مش عارف أقول. How old are you? How old? Old. Old. 16. 16. 16. Yes, yes. معقول. يور مرتبطة؟ يور مارد؟ أور نو؟ حبيتني وبرغم إن هي لسه شايفاني قالت لك هو ده. قالت لك بلا أوكرانيا بلا الكلام ده كله هو ده. أنا أموت في المصري. نايس تو ميت يو. بص بتسلم عليها إزاي؟ بص بتسلم متوضية أصل هي الدين عندهم أهم حاجة. خلي بالك الدين في القلب واضح إن قلبها كبير. واضح جدا إن قلبها كبير. اسلامي. وانا بقى ماشي وبعمل فلوج وبتاع لقيت اتنين اخواتنا الاجانب يعني بيصطادوا سمك ولا ما اعرفش بيعملوا ايه ولكن انا ما اعرفش هكلمهم ازاي يعني. هلو هاي. هلو هاي. واتس يور نيم؟ ميكا. ميكا وين؟ ايه غنيم؟ غنيم. تعرف اه الغنيم؟ غنيم. استاذ وير ار فروم؟ جيرماني. المانيا. وانت جيرماني؟ الدوري الالماني بسم الله ما شاء الله يعني. يو فولو فوتبول؟ نو امال مهتمين بايه؟ انت عارف بنات هنا ولا جايين ايه نظامكم ايه؟ يو ار فيشنج ناو؟ كانوا بيصطادوا يا جماعه وريني كده. ليرن مي؟ انا عايز اتعلم يعني. تخيل لما واحد اجنبي يا عزيزي يعلم واحد مصري. فين في الحركات؟ في الحركات؟ اول داون ثرو. ايه ده؟ بتاع لافف على رجلي؟ معلش يا اخويا معلش نستحمل بعض. عادي يعني ما حصلش حاجه. واقف حط حاجه ان شاء الله. بص انا حظي زي الفل باذن الله. انا ما دام حطيت ايدي انا راجل بركه. خش عليا قرب يا بنتي. انا راجل بركه اهو. ايه ان شاء الله. فيش كبيره. بيج فيش ناو اي فاوند بيج فيش اهو. بصوا فولو مي. يا مالها شدت ايه كده؟ ايه ده فضلات بقى من السمك ولا ايه مثلا؟ I'm loser. تل قول لي بقى زمايلك الالمان in this video ان هم يجوا غرجاده يعني. تل you are friends in come in غرجاده. تل what told in your Germany this yeah. country Deutschland يا ihr müsst nach غرجاده kommen. بيقول لك تعالى هنا هرجادة. اهو راجل زي الفل. حتى الالمانيين بيعملوا سياحه هنا لبلدنا. انا دلوقتي موجود في شارع اسمه شارع شيري. شارع شيري ده بقى ما حدش يسالني ليه سموه اسم شيري ومين هي شيري. مالناش دعوه. مالكش في التفاصيل انت يعني. الشارع المهم ان الشارع بيمتاز بكله انوار دي كل الخدمات. وهبالك بص هنا في مدينه زي الصحيه. بص كله نخل وكله حاجه كده منظر جميل قوي. تاخد حبيبتك ولا تاخد خطيبتك ولا بتاع وتقعد تحت النخل والكلام ده كله. وتلاقي قطه فوق ولا حمامه فوق تنزل تعمل حمام عليك ولا بتاع. يبقى ربنا كرمك لان دايما يقول لك الشخاخ بتاع القطط والحمام رزق يعني. انا ما اعرفش بس هم دايما امهاتنا بيقولوا كده. ولكن الشارع منور كله. بصوا لو هنلف الناحيه الثانيه بصوا كله انوار وكله جميل. عايز تلاقي اجانب هتلاقي مصريين هتلاقي فيه كل حاجه. الشارع ده من اجمل الشوارع اللي موجوده في الغردقه. وانا ماشي كده بتمشى يا عزيزي يعني لقيت حاجه كده زي ما تقول جلاشايه كده وحاجه كده تفتح النفس يعني. فقلت احطها في الفلوج يعني. هلو بليز هاي سبيك هاي. هاي فوليوم يور فوليوم از هاي. هلو واتس يور نيم؟ ايم انا. انا 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 اي دو فيديو يسترداي ويز يو. نو ايه ده؟ هم كل في اوكرانيا. يور ان اوكرانيا؟ اوكرانيا؟ نو. وير ار فروم؟ ايم فروم بيلاروس. بيلاروسيا. اصل في واحده كان اسمها انا امبارح لو كنتوا تفتكروا يا جماعه كنت مصور معاها كله اللي اسمه انا حلو كده. ماي نيم از الي سعيد. وات اباوت فروم ذيس از اريا؟ بيوتيفول نايس. فيري نايس. يور ويل اجين كم اجين؟ يا اوف كورس. حلوه ليه كده؟ جميله قوي. يو ار فيري بيوتيفول فيري بيوتيفول. واثقه من نفسها وانا ما بحبش البنات المغروره. قالت لي اسمها قالت ليش ربنا يخليك. هاو اولد ار يو؟ ايم 21. يو ار ماريد اور مخطوبه؟ فين الدبله؟ وريني يور ايد هاند. مش مخطوبه.
مش مخطوبه وسكتنا سالكه باذن الله. سكتنا سالكه يالا. استنى بس اجيبها لها ازاي؟ ما انا عايز مترجم هنا. ما انا كنت عايز مترجم. ايام معجب بيكي يعني ايه يا ربي؟ جوجل ترانسليشن. اي لايك يو. اي لايك يو. يو لايك مي. يو لايك مي. احب اقول البنت انا اللي انا صورت معاها امبارح مالكيش اي لازمه خلاص. جات الواحد وعشرين يعني خبره، عندها خبره عن كل العلاقات والكلام ده كله. يو ويلكم ان كايرو. كايرو از ذا كابيتال اوف ايجيبت. يس يو نو كايرو. يا يور فيزيت ايجيبت. وان فيرست سكند ثري سكند. ثلاث مرات. يس. اول مكان اللي هو فيرست بليس ان ايجيبت وير. In Egypt? First place. First place? First visit. Hurghada. Yes. Second? Second, Cairo. Cairo. Yes. ما جيتيش ليه عندنا المعادي؟ I am in معادي. معادي ساكن في المعادي يا قمر يا جميل انت. قاعد في المعادي والله. معلش عزيزي المتابع ما تقولش عليا ان انا حلاب لان هي مش هتفهم ولا اي حاجة، ولكن ان شاء الله هتبقى فتحة خير علينا. بمتعك اهو يا عزيزي. I will see امتى؟ اشوفك تاني امتى؟ I will see tomorrow. Your leave I leave today night. Night today. Yes. اودعها بقى اسلم عليها واديها كبلة الوداع. دي ماشيه دموعي نزلت حظي زي الزفت. هديها الانستغرام بتاعي والواتساب وكل حاجه. يو هاف انستغرام؟ يس. هبعت لك انستغرام، هبعت لك رسائل، هقول لك شكرا على قبول طلب الصداقه، هبعت لك ورده وهتكوني سمايل قوي. علي سعيد از ذا بيست يوتيوبر. شايفين؟ مش يوتيوبر بس في نظرها، ده هي مش عايزه تقول، ده هي مش عايزه تقول مش يوتيوبر بس في نظرها. ثانكس فور يو. ثانكس فور يو. جميله. نايس تو ميت يو. هنا بقى اكتشفت ان الاجانب بيلعبوا طايره مع بعض كده اهوت على الشط ومقسمين نفسهم فريقين يعني، وكل فريق بيكسب مثلا تلاقي كلهم قعدوا بيحضنوا بعض وبيبوسوا بعض وبتاع. فقلت لهم بس خلاص انا عايز العب اللعبه دي عشان لما اكسب تحضنوني بقى وتبوسوني وكده. قالوا للاسف احنا بنلعب مع نفسنا يعني مش عايزين مصريين. ما طلعوش محترمين ولا حاجه، طلعوا ولاد وسخه يعني. المنطقه بقى اللي احنا فيها ديت اسمها الممشى السياحي. الممشى السياحي دي يعتبر من اشهر الحاجات الموجوده في الغردقه، عباره عن اكتر من 10 15 كيلو بتمشيهم كده على رجلك واخد بالك، وكلها بص يعني هنا تحس ان المنطقه كلها مولات. هي المنطقه تحس ان هي تحت الانشاء، ولكن فيها كل الخدمات بقى، كل المطاعم والكافيهات والديسكوهات. واحنا طبعا مالناش دعوه بالديسكوهات وكده يعني، ولكن الممشى طويل جدا جدا جدا. بصوا الناحيه الثانيه حتى انا لفيتكم كده. بصوا الممشى، البوابه المدخل بتاع الممشى بعيد قوي 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 قوي، ولسه لحد دلوقتي ما جبناش اوله ولا اخره ولا بتاع، ولكن ادينا بنتمشى. طيب يلا بينا بقى دلوقتي ناخدكم جوله على الشط. يلا تعالى. See you walking to work where I need. They should wanna be you. Counting the hours till I'm home. I should just say fuck it, there. Quit my job, now I'm broke. Never easy, does it? Now you keep me up at night. La di da di da di, watching movies black and white. بقى للناس اللي هي عندها حاله اكتئاب بقى، يبقى طالع من البحر كده وتحس ان هو خلاص بقى قرر ان هو كان نفسه ينتحر ولا حاجه وربنا ما وفقهوش ومجموعه ما جابش ان هو ينتحر ولا حاجه، فيجي بقى يستحمى ويغسل جسمه على هذا المنظر الكئيب كده يعني. ده مش منظر حاجه ولا بتاع، ده منظر حمام واحد بيستحمى منه. انت مش مصدقني، انت فاكر ان ده منظر طبيعي ولا حاجه هم عاملينها تمثال ولا حاجه؟ لا يا حبيبي، ثانيه واحده. ده ما ينزلش ميه، انت فاكر ان ده بينزل ميه؟ دي دموع، دي دموع. بقول لك رمز الحقابه، بص منظره عامل ازاي. وعشان تعرفوا برضو ان انا مدلعكم كمان يعني، انا جيت لكم هنا في منطقه جديده اسمها شارع المارينا او منطقه المارينا. المنطقه دي عباره برضو عن كافيهات ومطاعم، بس مش زي الممشى السياحي تحس ان هي وبتاع، لا المنطقه مليانه فعلا ناس ومليانه بالخدمات والكلام ده كله. بصوا كلها سفن اهي، منظر السفن والكلام ده، وتلاقي بحر المارينا، بحر حلو جدا. بصوا حتى الشجر مظبطينه كده ومشيكينه، والشارع كله كده بص منظره جميل جدا. شارع المارينا بصوا عامل ازاي، منظر مبهر. او ادي المراكب،
معلش بقى يا عزيزي لو هتقولي صوتك واطي شوية أو متوتر شوية أو بتاع، الناس عمالة تبص لي، الناس عمالة تقول مين المجنون اللي بيكلم نفسه ده، فنعذر بعض يعني. الجميل برضو في ثقافة الأجانب هنا برضو إن تلاقي للأجنبي مش 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 كل همه إن هو ينزل البحر بس والكلام ده كله، لا ممكن يقعد على الشزلون ويمسك كتاب ويقعد يتفرج على ويقعد يقرأ كتب وبتاع، هي دي ثقافتهم. لو تلاحظوا في ثلاثة ورايا كده قاعدين بيقروا برضو كتب وبتاع، ركز في الكتاب اللي هم بيقروه، شايفين جمال الكتب، شايف الكتاب حلو إزاي، كتاب تحس كده إنه منور وجميل وعايز يباس كده كل صفحة لوحدها كده على حدة. ولكن إحنا خلينا في حالنا، أنا بحاول أنقل لكم كل حاجة، يعني ثقافة الأجنبي مش بس بحر ولا حاجة، لا بالعكس هما بينزلوا ويقروا كتب والكلام ده. وانا يا جماعه انا هركب دلوقتي البتاع دي، انا ما اعرفش اسمها، وقال لي مركب ولا بتاع، وانت لازم تقدف، ولكن قال لي معلش بتاع الدراسات، ولكن قال لي لازم تلبس البتاع ده، ما اعرفش اسمه، جاكيت ايه كده، قال كلمه بالانجليزي انا مش فاهمها. المهم قال لي لازم تنزل عشان لو حصل لا قدر الله ان انت غرقت ولا المكنه اتقلبت ولا بتاع تبقى انت عايم والحاجات دي. انا ركبي بتخبط في بعضها ومش ناقصه يعني، ولكن هركبها وهحاول اخدك معايا رحله جوه البحر. احنا دلوقتي في بحيره صناعيه في الجونه يعني، ولكن هحاول اخدك معايا بقى جوه البحر. بص بقى صور كده، شوف منظر البحر اهو. احنا هنمشي كل ده دلوقتي، كل ده دلوقتي احنا هنمشيه، بس هنمشيه بالبتاع ده، فربنا يسهلها كده دعواتكم وتبقى رحله سعيده، ويلا نكمل الفلوق. زي ما انت شايف يا عزيز دلوقتي انا في نص الميه، ولكن ابن الوسخه اللي انا مأجر منه البتاع ما قاليش ان الموضوع صعب قوي يعني، انا لا عارف اطلع قدام ولا عارف ارجع ورا ولا عارف اي حاجه، وانا دلوقتي في وسط البحيره اللي احنا فيها ديت والله العظيم، ويقول لي هات البدال ده على يمينك وخش شمال وهات مش عارف ايه. المهم ان انا ولا عارف ارجع ولا عارف اطلع ولا عارف اعمل اي حاجه، والهواء عمال زي ما انت شايف كده عمال يوديني ويجيبني، ولكن انا من اجلكم في هذه الرحله، وادعوا لي ان انا المركب ما تتقلبش بينا ولا حاجه، لان الموضوع صعب قوي يعني، الموضوع صعب جدا يعني. اهو شايف بخاطر بحياتي، بخاطر بحياتي من اجلك عزيزي المتابع. اهو يلا. للاسف الشديد يا عزيزي انتهى وقت الفلوج، وانا قاصد ان انا انهي الفلوج هنا في هذا المنظر الجميل، شايف منظر البحر ومنظر الغروب حاجه روعه جدا يعني، ولكن اتمنى يكون الفلوج عجبكم. انا ماليش قوي في الفلوجات ونظام الفلوجات والمقالب والحوارات دي كلها، انتوا عارفين المحتوى بتاعي معظمه رياضي، ولكن انا قلت اكثر القناه بتاعتي وانوع فيها واحاول ان انا انزل لكم حاجه جديده يعني. اتمنى من الله الفلوج يكون عجبكم، وما تنساش دعمك للفيديو انك تعمل له لايك وانك تعمل له كومنت حلو كده اهوت، عايز تعمل له شير شاير يا سيدي براحتك مفيش مشكله يعني، عايز تعمل لنا سبسكرايب وتفعل لنا زر الجرس مفيش اي مشكله. اسف لو صوتي كان واطي شويه في بعض الاماكن، انت عارف الاجانب كلهم كانوا عمالين يبصوا عليا يقول لك مين المجنون اللي عمال يتكلم ده ومين مش عارف ايه الكلام ده كله، ولكن ان شاء الله يا عزيزي اتمنى ان انا ما اغيبش عنكم تاني والله العظيم، وان شاء الله تبقى عوده قويه بهذا الفلوج الجميل، مستني تشجيعكم بقى. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عزيزي المتابع عربي الجميل.